وللوقوف على التطورات في غزة في ظل قصف الاحتلال واستهدافه المستشفيات ومناطق عدة في قطاع غزة وسط حركة نزوح كبيرة من المدنيين إليها وإلى مناطق في جنوب القطاع، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أو عفوا من باريس الناشط والباحث والحقوقي كمال العيفي. أهلا بك معنا سيد كمال. أهلا بك، كما نرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف من أمستردام الكاتب والصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبتدأ معك أستاذ كمال، ما الذي يجري؟ هناك قصف يعني جنوني إن صح التعبير على محيط المستشفيات وعلى المستشفيات في غزة، لما كل ذلك؟ فالكيان استنفذ كل أساليب الحرب ولم يصل إلى النتيجة التي يريدها، فابتدع هذه الكذبة على أساس أن القيادات العسكرية ومراكز القيادة موجودة تحت المستشفيات من أجل أن يجد ذريعة لضرب هذه المستشفيات، المكان الأخير الذي يتحصن فيه المواطنون. واضح أن الكيان من اليوم الأول كان يريد تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع ومن جنوب القطاع إلى سيناء، رفضت مصر فأراد أن يحشرهم في جنوب القطاع فقط ويستولي هو على الشمال ويبقى يحاصرهم في الجنوب. لم يستطع إلى ذلك سبيلا لأن المواطنين رفضوا الخروج، فاستخدم الوسيلة الأخيرة في هذه الحرب الإبادية وفي هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى ضرب المستشفيات التي هي محصنة دوليا ومحفوظة بالقانون الدولي. لم يترك لا شجرا ولا حيوانا ولا إنسان ولا جدر إلا وهدمها. لم يترك الإنسان الفلسطيني يريد أن يكسره. لعل الهدف الآخر والمهم بالنسبة للكيان العدو هو كسر إرادة المقاومة حتى تستسلم، لأنه مع ضرب المدنيين، مع هدم البيوت على رؤوس ساكنيها، مع هدم الطرقات، مع تجريفها، مع التوغل البري، مع هذا كله المقاومة لم تستسلم، فبدأ بضرب آخر معقل يتحصن به المواطنون الأبرياء العزل وهي المستشفيات. طيب ما تفسيرك، نعم أستاذ كمال، ما تفسيرك أيضا لاستهدافه، استهداف الاحتلال لقوافل النازحين باتجاه الجنوب، وهناك من المواطنين من رفعوا الرايات البيضاء وتم استهدافهم؟ ما الفرق بين مواطن يرفع راية بيضاء ويهاجر من الشمال إلى الجنوب ومواطن موجود في بيته ويقصف ليلا؟ يعني السؤال في الحقيقة لا يطرح أبدا، لأنه كيان العدو قرر أن يضرب الجميع. هو ضرب القوافل وهي تتحرك، وقبلها ضرب البشر وهم نائمون في بيوتهم. هو يرى هذه الكمية الكبيرة جدا من الأطفال والنساء ومع ذلك يواصل ويمعن في العدوان، فما الذي يردعه حتى يضرب القوافل؟ هو هذا، بهذه الطريقة هو يردع الجميع لعل من يخرج من الشمال لا يعود إليه، ولعل المقاومة تستسلم عندما ترى كل هذه الأرواح التي تزهق كل يوم. نعم أستاذ ماهر، كيف تقرأ هذا القصف الجنوني الذي تنفذه قوات الاحتلال وطيرانه على قطاع غزة؟ نعم، حياك الله أستاذ الكريم، بارك الله فيك، شكرا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين والمستمعين الكرام. صوتي مسموع؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل. نعم، أنا أعتقد أن هناك هدفين بصراحة لهذا الأمر. الهدف الأول هو رسالة للمقاومة، هو يريد أن حقيقة أن يضغط على البيئة الحاضنة لهذه المقاومة حتى يحاول أن يضعف هذه المقاومة أو حتى يحاول أن يحقق أهدافه عبر الضغط على البيئة الحاضنة لهذه المقاومة. الرسالة الأخرى هو يستهدف المستشفيات، يستهدف كل البنى التحتية
حتى حقيقة يعني يستكمل عملية التهجير من الشمال إلى الجنوب، ومن ثم إذا استطاع أن يستكملها من الجنوب إلى صحراء سيناء سيذهب باتجاه تحقيق هذا الهدف، باعتبار أنه هدف التهجير هو أحد الأهداف الثلاثة التي أعلنها في بداية هذه المعركة. وقال لديه ثلاثة أهداف معلنة، الهدف الأول هو القضاء على المقاومة، الهدف الثاني هو استرداد الأسرى، والهدف الثالث هو قضية التهجير. ربما هو يريد أن يعني في ظل فشله في قضية موضوع المقاومة، لأنه هو يريد أن يقضي على المقاومة نهائيا، وبالتالي حتى الآن هو لم يحقق هذا الهدف. والهدف التالي متعلق باسترداد الأسرى، حتى الآن أيضا لم يحقق هذا الهدف، وبالتالي هو يضغط باتجاه تحقيق الهدف التالي. يستهدف المستشفيات ويريد أن يخلي الشمال تماما حتى يتخطف من ضغط المدنيين، وأيضا حتى يتخطف من ضغط الرأي العام العالمي. الآن هناك سبب ضغط رأي عام عالمي يتزايد الآن بشكل واضح، سواء في مستوى الدول العربية والإسلامية أو حتى على مستوى الشعوب الغربية، وهذه التي تهمه بشكل واضح وصريح، لا سيما هذه المظاهرات والاحتجاجات التي تظهر في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، كل دول الغرب. هو يريد حقيقة أن يتخفف من ضغط الرأي العام العالمي، لا شك، واضح. ولكنه يصعد من هذا القصف، وبالتالي يزيد هذا الضغط. لا، هو يصعد لأنه حقيقة يسابق الزمن من أجل تحقيق أهدافه. هناك ثبت وقت أنا بتقديري متاح له لتحقيق هذه الأهداف، وهناك ثبت نقاش يجري الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إدارة الرئيس بايدن. هناك نقاشات حول قضية الوقت، هو يريد أن يعني يستخدم الوقت المتاح له، لأنه واضح أنه في سباق مع الزمن حتى يحقق هذه الأهداف، حتى لا يضغط الرأي العام باتجاه يعني صانعي القرار في الدول الغربية والدول التي تستطيع، يعني الدول صاحبة القرار سواء في هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. نعم أستاذ كمال، في أي سياق من الممكن وضع التصريحات الأمريكية في يعني عدم قتل المزيد من المدنيين من قبل الكيان الصهيوني؟ هل هي في إطار مثلا كسب الوقت، أم أنه هناك خلاف ما بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية؟ أنا أراه في إطار النفاق والكذب. الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما عبر أحد رجالها اليوم، مثقف في المثقفي أمريكا وأستاذ جامعي معروف ومؤرخ، قال أمريكا الآن أصبحت غير قادرة على الضغط على إسرائيل، بل بالعكس إسرائيل هي التي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل لوبياتها، والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وكأنها ملزمة وكأنها مرغمة أن تعطي الأسلحة وأن تعطي لهم الوقت الكافي من أجل إبادة أهل غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن الهدنة الإنسانية في حين أنها عندها جسر جوي من أجل تمكين العدو من الأسلحة. الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن هدنة مؤقتة في حين أنها قالت أنا I stand with Israel من اليوم الأول، وهي واقفة معها. أمريكا تتكلم عن هدنة إنسانية في حين أنها تجوب العالم شرقا وغربا من أجل تأليبه على المقاومة الفلسطينية. الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن هدنة إنسانية في حين أنها لم تستطع أن تحرك أكثر من 20 شاحنة في اليوم الأول و50 شاحنة في اليوم الثاني. الولايات المتحدة الأمريكية تأتي إلى إسرائيل، ورأينا في هذا الأسبوع كل الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية والأسلحة والبارجة حاملة الطائرات، وكذلك القواعد الأمريكية المتحركة، كل هذا من أجل ضرب غزة ومن أجل توفير العتاد اللازم لإسرائيل. زد على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية صادقت على كمية، على ميزانية إضافية تعطيها لإسرائيل. زد على ذلك أنه قبل 3 أيام فقط تم اتفاق ما بين العدو الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يعطوها نظامين للدفاع الجوي جديدين بالقبة الحديدية. فالولايات المتحدة الأمريكية تتكلم بمنطق المنافق والكاذب الذي نعم. أستاذ كمال، هل تتفق مع الأستاذ ماهر على أن هذا يعني التسهيلات والتغطية للكيان الإسرائيلي هو مقيد بوقت، تحاول الولايات المتحدة تسريع تنفيذ أهداف نتنياهو التي أعلنها، أم أن الوقت مفتوح أمامها؟
مجرد القول بتسريع تنفيذ مخطط نتنياهو يعني بتسريع إبادة غزة. هذه مسألة. المسألة الثانية الوقت، لأنه الوقت إن طال لا يلعب لصالح إسرائيل ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الانتقادات كثرت، ولأنه حرب الصورة انتصرت فيها غزة أمام العالم، فالعالم كله الآن يتكلم بلسان واحد ضد الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية تخاف على احتراء هذه الصورة، صورة الكيان الصهيوني، وتخاف كذلك على احتراء صورتها، خاصة وأن العالم كله أصبح يشاهد ما يحدث في غزة. مسألة الوقت هذه أو ربح الوقت أو إعطاء وقت معين للكيان الصهيوني، هذا من أجل إنقاذ سمعة الكيان الصهيوني، من أجل إنقاذ سمعة الولايات المتحدة الأمريكية وليس أكثر. إن ظننا أن هذا من أجل عيون الفلسطينيين أو من أجل احترام حقوق الإنسان أو من أجل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، فهذا كلام فارغ وهذا هراء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من اليوم الأول هي استخدموا حق الفيتو حتى لا تتوقف الحرب، والآن يجرون ويتكلمون ويقولون مثل فرنسا مثلا قامت بمؤتمر يوم أمس واليوم من أجل السلام في العالم، وذكرت أنها تريد إيصال المساعدات إلى غزة. هذه مسألة في الحقيقة نفاق كبير جدا، هي نفاق بعض الدول العربية. رأينا مثلا في يوم أمس السعودية بعد 34 يوم من القتال ومن الإبادة تعلن عوض أن تعلن على الدعم، تعلن على إرسال طائرة من المساعدات الغذائية والطبية، وعوض أن تقف مع غزة تقوم بالاحتفالات الماجنة منذ بداية الحرب وإلى يومنا هذا، وعوض أن تقف مع غزة يعني تعطي المساحة كاملة لإعلامها مثل بعض القنوات، ما في داعي لذكر اسمه. طيب غدا بجميع الأحوال غدا ستعقد القمة العربية في السعودية، أنتقل هنا بالسؤال للأستاذ ماهر. أستاذ ماهر، ما الذي تخشاه الولايات المتحدة حتى ولو نفد الوقت بالنسبة للكيان المحتل وهي يعني غير آبها للمجتمع الدولي كما جرى احتلالها للعراق سابقا؟ تعلم أنها احتلت العراق خارج أي يعني توافق دولي احتلته مع بريطانيا، ولم تهتم بمنطق السمعة وإنما اهتمت بمنطق القوة والكذب أيضا. يعني أنا أعتقد الآن لا يوجد عاقل إلا ويدرك تماما بحجم يعني حجم هذا النفاق الذي يوليه الغرب لكل القيم المتعلقة سواء بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى قضية حقوق الإنسان. أنا بتقديري خلال 35 يوم سقطت كل هذه القيم وسقطت كل هذه الصورة. حتى نكون واضحين، نحن نعيش في الغرب منذ سنوات وندرك تماما ما الذي جرى في الأيام الأولى لهذه المعركة. في الأيام الأولى لهذه المعركة كان هناك تبت يعني وقوف صفا واحدا سواء بالإعلام الرسمي أو بالسياسيين الرسميين وراء هذا الاحتلال، وحتى الآن الرسميون وحتى بعض إعلامهم يقول بشكل واضح وصريح بأن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس. ولا أدري من أين أصلا أتوا بقضية حق الدفاع عن النفس يعني لدولة محتلة. يعني حق الدفاع عن النفس يكون لشعب محتل وليس لدولة محتلة ومستعمرة يعني بلد وشعب آخر. النقطة الثانية المهمة في قضية الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقة الخلاف داخل هذه الإدارة الأمريكية يجب أن ندرك تماما ليس فقط خلاف داخل الإدارة الأمريكية وحدها، وإنما خلاف أيضا داخل الحزب الديمقراطي ذاته. هذه الإدارة الأمريكية هناك شقين، شق يقوده بلينكن وويليام بيرز رئيس سي آي إيه ووزير الخارجية، وشق آخر يقوده وزير الدفاع. واضح أن وزير الدفاع يصطف بشكل كامل مع نتنياهو وهذه الحكومة، وبلينكن وويليام بيرز لا أقول أنهم لا يصطفون، يصطفون بشكل كامل، لكن يحاولون أن يدسون السم في العسل من خلال تسويق بعض الأفكار لا سيما المتعلقة بإدارة قطاع غزة ما بعد القضاء على المقاومة، ومحاولة لتسويق بعض الشعارات وبعض المشاريع التسويوية التي حقيقة لا تخدم القضية الفلسطينية. هناك خلاف من هذه الإدارة الأمريكية، وهناك خلاف أيضا ضمن الحزب الديمقراطي ذاته، لأنه هناك شق يقوده ساندرز الآن في هذا الحزب، ويحاول هؤلاء
الاشخاص المحسوبون على التيار على الحزب الديمقراطي وعلى تيار ساندرز ان يضغطوا على تيار بايدن في هذا الامر. يجب ان ندرك ان هناك فعلا ثبت خلافات داخل الاداره الامريكيه وداخل. طيب هذه الحمله من القصف والاستهداف خاصه للمستشفيات في قطاع غزه، الى اي مدى لربما تعكس الازمه الداخليه التي تعيشها حكومه نتنياهو؟ أنا أقول لك حقوق نتنياهو حتى الآن بعد 35 يوم، نقولها بصراحة، حتى الآن لا تزال تفتقد إلى بنك أهداف واضح. هذا كل هذه الهمجية، كل هذا يعني السعار، كل هذا الجنون، الهستيريا التي تقوم فيها بضرب حتى المنشآت المدنية، يعني في الحروب لا يمكن أن تضرب المشافي، لا يمكن أن تضرب الكنائس، لا يمكن أن تضرب المساجد، لا يمكن أن تضرب المدارس، لا يمكن أن تضرب مراكز الإيواء الملاجئ. كل هذا حكومة نتنياهو هو الذي ضربته، في حين حتى الآن بعد 35 يوم لم تقدم جردة بحسابات المواقع العسكرية أو حتى ما يتعلق بالمواقع بالبنى التحتية العسكرية. هناك أرقام ضئيلة وبسيطة على هذا الموضوع، وهذا بتقديري مرتبط حقيقة أصلا بأنه في فجر 7 أكتوبر قامت المقاومة بتدبير الفرقة، فرقة غزة، هذه الفرقة المربوط بها كل ما يتعلق بالتعاطي مع قطاع غزة. الآن هذه الحكومة تتعاطى مع قطاع غزة بدون عيون. هذه الفرقة، فرقة غزة، كانت عبارة عن عيون هذه الحكومة للتعاطي مع قطاع غزة، وبالتالي كل ما تفعله الآن هي تفعله بدون هذه الفرقة التي تحطمت وسقطت في الهجوم الأول في 7 أكتوبر. لذلك هي تضرب كما يقال خط عشواء في كل قطاع غزة حتى تعمل نوع من الصدمة وكي الوعي للبيئة الحاضنة للمقاومة وتضغط على المقاومة من أجل تحقيق أهدافها. أما من حيث المبدأ، كل الأهداف التي أعلنتها هذه الحكومة منذ بداية المعركة سواء عبر القصف الجوي أو حتى عبر الاجتياح البري الذي يستمر لمدة 2 أسبوع حتى الآن، كل الأهداف المعلنة لم تحقق حتى الآن بشكل واضح. إذن يعني يبدو أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه. أتوجه هنا بسؤال للأستاذ كمال. كما تعلم أستاذ كمال، غدا ستعقد القمة العربية بشأن التطورات في غزة، إلى أي مدى يبدو الموقف العربي لربما هزيلا وغير مقنع وغير كافي في ظل تغير المواقف الدولية للأحسن؟ يعني اعتدنا أن المواقف الدولية تكون هي الهزيلة بالإضافة للمواقف العربية، ولكن هناك تغير دولي في هذا، وهناك مطالبات أيضا دولية للحكام العرب والقادة العرب بتغيير موقفهم والوقوف ودعم غزة. أنا في الحقيقة لم أرى موقفا عربيا لم أرى مواقف عربية، رأيت مواقف لبعض الزعماء لم تتجاوز الكلام الإنشائي إلى الآن، مع الاحترام لبعضهم، ولكن لم ترقى إلى مستوى الدعوة للنفير الذي قامت به المقاومة في البداية. للأسف الشديد، ونحن رأينا الصور ورأينا الفيديوهات من قطاع غزة كيف يتكلمون عن العالم العربي وكيف يتكلمون عن حكام العرب، لا أتصور أنهم سيبدعون شيئا جديدا إنهم اجتمعوا يوم غد. أنا أرى إنه الأحداث على الأرض هي التي تحدث الفارق، صمود المقاومة هو الذي يحدث الفارق، صمود أهل غزة هو الذي يحدث الفارق. الصدمة ستكون من الداخل الفلسطيني للعالم العربي والعالم الحر، وأنا عندي أمل في العالم الحر الأوروبي أكثر من العالم العربي بكثير. نعم، أستاذ كمال، هل لا زال معنا الأستاذ كمال؟ لازلت معكم. نعم نعم أستاذ كمال، يعني هنا السؤال، إن نوى القادة العرب يعني اتخاذ موقف جاد، فما هي نقاط القوة التي يمتلكونها؟ كثير من نقاط القوة يمتلكونها الدول العربية. الدول العربية عندها مخزون استراتيجي كبير جدا تجاه الغرب لا تريد استعماله أبدا. الدول العربية للأسف الشديد رضيت أن تكون تابعة، في حين أن الدول العربية لها كثير من نقاط ممكن أن تستعملها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل. ليس هناك، على الأقل هو الإعلان عن وقف التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني، ثم إعلان السلطة الفلسطينية البائرة هذه المتخاذلة الخائنة على وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. نحن إلى الآن نرى أنه الكيان الصهيوني يعتمد اعتماد كبير جدا
على التنسيق الأمني، وهو الذي سمح للكيان الصهيوني بالوصول إلى المقاومين في الضفة الغربية والتقاطهم واحد واحد، سواء بالاعتقالات أو بالاعتقالات. المطلوب من العرب الآن هو وقفة قوية وجادة، ولا أرى للأسف شكرا الشديد. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من باريس الناشط والباحث الحقوقي كمال العيفي، وكما أشكر ضيفنا من أمستردام عبر الهاتف الكاتب والصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. شكرا لكما ضيفي الكريمين.